لو تحشدوها ألاف. إحنا نبات الأرض، إحنا التمرد، وإحنا بوابات الفجر. من بيوت الطين وجدران الصفايح، ساعة الساعة تلاقيني طلعت حافي. لا تصدق سكتتي، أنا مهر جامح في ثواني حنطرت من فوق كتافي. وشعبنا مش لاقي العيش، واللي محدش بيحاسبه غضبان قوي علشان الجيش عرف الطريق تاني للشعب. لو حتى راح تنزل لوحدك انزل، ما تقولش هما كام واحنا كام. هتافك الصادق اكيد حيزلزل قلب الزمن ويعزل الايام. هتافك الصادق اكيد حيزلزل قلب الزمن ويعدل الأيام. ومصر بالثورة خلاص مسكونة، ضد اللي قالوا على الجميع كفار. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في القصيدة التي خاصة بها برنامج هنا العاصمة هذا المساء أو هذا اليوم. في نقطة مهمة بس أتوقف أمامها، إنه في بيان صحفي صدر عن رئاسة الجمهورية منذ قليل بيقول، ويلزم التنويه ده في جزء من البيان، أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه، وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب. سيادة اللواء، من ضمن الاحتمالات اللي كنا حاطينها في بداية الحلقة على الشاشة الاحتمال الخامس، وهو أن يقوم بإقصاء المجلس العسكري وتغيير الحكومة وإعلان حكومة إسلامية، بمعنى حكومة من جماعة الإخوان كلها. دي الاحتمالات اللي هي، ده احتمال خامس. هل تعتقد أنه من الممكن أن يستفحل الخلاف إلى هذه الحالة؟ لأنه مش العادة أنه بيان من رئاسة الجمهورية بيقول أنه قد تم تجاوز السيد رئيس الجمهورية. إجابة على هذا السؤال، أعتقد إذا ما تم ذلك هتكون مغامرة كبرى غير محسوب ردود أفعالها. فيجب على من يفكر في هذا الحل أن يفكر جيدا عدة مرات وليس مرتين في ردود أفعال هذا القرار، لأن ردود أفعال هذا القرار ستكون جسيمة، وأنا أعلم حجم هذه الجسامة، وبالتالي لا أنصحهم على الإطلاق إذا كانوا يستمعون إلينا باللجوء لهذا القرار الصعب جدا، والذي يدخل المشكلة في خضم منعطف جديد في منتهى الخطورة على مصر وعلى الوضع الحالي. طب سؤال، لو تم احتواء الموقف سياسيا، هل من الممكن أن ترى علاقة طبيعية ما بين الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة أعضائه؟ إذا ما أعيد انتخابه مرة تانية، ولا إذا ما، لأن هو الوضع حاليا 48 ساعة قبول مطلب شعبي، فأنا مش شايف أن هذا الاحتمال موجود حاليا. يعني هو استمراره في هذا الوضع الحالي بهذا الوضع لن يلبي ال 48 ساعة المطلوبة لاتخاذ القرار المتوافق مع المطلب الشعبي. طيب، وبالتالي هذا لن يحل المشكلة. في نقطة يجب أن نتوقف أمامها، أنه مش جماعة الإخوان بس هو ده اللي موقفه فيه في التيارات الإسلامية، الدعوة السلفية وحزب النور لهم مواقف ممكن تكون مختلفة ومغايرة، لها خصوصيتها ولها تفكيرها الخاص بمنطقة الذي دايما بيحكمها بشكل استقلالي. معي على الهاتف الأستاذ نادر بكار من حزب النور. مساء الخير أستاذ نادر، أنا سعيد جدا نسمع صوتك، بقالي كتير ما سمعت صوتك ولا شفتك، أهلا بك. مساء النور يا فندم، ده هو حظي إن أنا ما التقيتش حضرتك من فترة طويلة، ولا الكوكبة اللي بيصير حظي مش شايفها اللي قاعدة مع بعض. ربنا يخليك. تقدر في ملخص صغير تشرح للسادة المشاهدين ما هو موقف الدعوة السلفية وحزب النور من البيان الذي صدر؟ اولا ده كان مطلب من حركة التمرد، ثم بيان المجلس الاعلى او القيادة العامة للقوات المسلحة والمهلة التي اعطيت له. كيف ترى المشهد وما هي رؤيتكم لهذا الموضوع؟ الحقيقة احنا اصدرنا بيان لقرابة نصف الساعة
يلخص موقفنا بمقدمة وثلاث نقاط رئيسية، لأن هو الموقف لا يحتمل كثير من الكلمات المعقدة، إنما يحتاج إلى حسم في المواقف وبيان لأي الجهتين أو لأي الطرفين ينحاز هذا الحزب. حقيقة نحن لنا 48 ساعة لا نتواصل نهائيا مع وسائل الإعلام، سواء بتصريحات أو مداخلات أو تواجد في البرامج، يعني لكي نصبح للمجال أمام كل ما يمكن بذله من جهود لإصلاح الوضع والتوسط مع الرئاسة، جبهة الإنقاذ، إخوان المسلمين، كل الأحزاب وحتى حركة التمرد، والاجتماع للناس في الشارع ورفع التقارير من على الأرض، يعني حتى تكتمل الصراخ. بعد كل ده احنا بنقول انه يعني منع سفك الدماء وانطلاقا من حرصنا على المصالح العليا للبلاد واستجابه للجهود المبذوله عشان نمنع حدوث حرب اهليه للاسف باتت متوقعه، ومنع صدام غير محسوب العواقب وغير مفيد بيضر اعظم الضرر بالعمل الاسلامي. انا اضع اكثر من علامه واكثر من خط تحت كلمه العمل الاسلامي، وجعله في مواجهة غير مقبولة لا شرعا ولا واقعا مع جموع الشعب التي لا تستطيع عينه في الميدان. احنا عندنا مطالبنا الاساسية، ثلاث مطالب للسيد رئيس الجمهورية. اولا اعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة، واحنا على الرغم من دعمنا للشرعية لكن عندنا قواعد شرعية بتراعي شرعية بتراعي خطورة الدماء تفرق على أعمال المنظمات الشرعية من المصالح المفاسد والقدرة والعجز. طب عشان الوقت استاذ نادر، استاذ نادر عشان الوقت اقدر انا اقرا لك حتى النقاط، انا عايز ادخرك للنقطه الاهم. النقطه الثانيه تشكيل حكومه تكنوقراط محايده وتشرف على الانتخابات البرلمانيه القادمه. ثالث حاجه تشكيل لجنه تبحث اقتراحات تعديل الدستور مع عدم المساس بالهويه على ان يكون التعديل من خلال الاليات المذكوره في الدستور الذي وافق عليه الشعب. دي الثلاث نقط. سؤالي هل تعتقد ان ال 48 ساعة المقبلة اللي هو الحد او الزمني الذي اعطي لبدء حوار جدي او مصالحة او تحقيق مطالب الشعبية اللي هو زي ما بيقول سيادة اللواء سامح اللي هي الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة، هل تعتقد ان ذلك ممكن؟ وبفهمك لطريقة صناعة القرار في جماعة الاخوان ورئاسة الجمهورية، هل نحن امام هذا الاحتمال ام تتخوف ان احنا بعاد عنه؟ عايز إجابة مباشرة. مع سيدي الكريم، يعني أنا أتحرج من أن أنا أعطي إجابة مباشرة في هذا الباب، وحساسية الموقف أن الإخوان لهم من يتحدث عنهم يتمر في الموقف ده تحديدا. لكن يكفيني أنا أشير لحضرتك أن بعد 48 ساعة متواصلة من التواصل مع الجميع وعلى رأسهم الرئاسة والإخوان المسلمين طلعنا بيان زي ده. فيعني احنا بنهيب بالجماعه ونهيب بقياداتها وبشبابها، طالما برضه احيانا الكلام كده بيتطرق للقواعد والشباب، نهيب بهم جميعا ان هم يتخلصوا من النظره الضيقه ويروا المساله بمنظور اوسع، مش عايز اقول كمان اوسع من مصر ويشمل العالم الاسلامي والعربي كله، لكن هي للاسف الامور يعني وصلت الى هذا الحد، خليهم يغلبوا جانب المصلحه العامه. في نموذج سابق من غير تفصيل لنجم الدين أردوغان ومن بعده رجب طيب أردوغان، فالمسألة يعني تصويرها للناس إنها حياة أو موت، وتصويرها للشباب التيار الإسلامي على أنه يعني يواجه انقلابا ويواجه قاسم للشرعية، ده هيدفعه لمواجهة شعب بأكمله، هذا شيء يعني غير مقبول لا منطقا ولا واقعا. أستاذ نادر أنا شاكر لحضرتك، بس الأحداث بتتسارع لأنه على جبهة أخرى هناك خبر آخر مهم نقل إلينا، فإحنا بننقله على عهدة من يروي لمصادر للسي بي سي، لكن أنا في النهاية أنا مش عارف المصدر مين، فعشان كده أنا بحب أكون دقيق. أنا مش عارف هو مصدر، قيل لي أنه مصدر قال للسي بي سي، بس أنا معرفش المصدر مين، فبنقله كما هو انه وزير الخارجية السيد محمد كامل عمرو تقدم باستقالته من الحكومة.
وزير الخارجية محمد كامل عمرو تقدم باستقالته الحكومة بناء على مصدر قال هذا الخبر للسي بي سي، وهو مصدر أنا شخصيا لم أتحقق منه لكن أنقله كما قيل لي على الشاشة. نأتي إلى النقطة المهمة جدا في بقى السؤال، أيهما يتصارع قبل الآخر، إنه يكون هناك منطق المصالحة أو منطق المواجهة؟ مين أيهما أنت شايف دكتور سعد حينتصر على الآخر؟ وما تقوليش الأمنيات ولكن عمليا فهمك لكل أطراف اللعبة دلوقتي. المواجهة شايف المواجهة؟ ست اللواء سامي. مواجهة، بس أنا برضو عايز يعني أنا عايز يعني مش نصيحة ولا حاجة، ولكن أنا عايز أوضح اللي أنا متأكد هم عارفين كده، جماعة الإخوان المسلمين ورئاسة الجمهورية، هل النهارده لما يجدوا يعني تعليقا على الخبر اللي سيادتك قلته، لما يجدوا ان هناك 8 وزراء قدموا استقالتهم، اما يجد ان هناك مجلس الشورى لسه 13 واحد من الوفد، كان 14 واحد بتاع الاقصر قاعد، زائد 7 مدنيين، 20 عضو من مجلس الشورى، عقبها ب 48 ساعه 8 وزراء تقدموا باستقالتهم، مش بس كده وهناك الكثير من الموضوعات الاخرى الممثله قادمه، يعني دي هذا ليس نهايه المطاف. هل برضو صانع القرار في مؤسسة الرئاسة يفكر أن الحقيقة الأخ وائل اللي جابني بتاعكم وأنا جاي بنسمع أخبار زي دي، فقال لفظ بسيط لطيف أنا هستخدمه، قال يا باشا العقد بيفرط منهم، والله هذا شوف شوف التعبير البسيط اللطيف بالغ الأهمية وبالغ في بتعبير سياسي قوي، فعلا اللي قاعد ده يشوف الدنيا بتفرط منه، احسب حسبتك بقى مظبوط وشوف لما تنهار الدنيا من حولك ووزراءك بيستقيلوا، مجلس الشورى الذي يشرع لك القوانين وأنت تستند إليه بيستقيل، ألا من حد يعطي نصيحة حقيقية واقعية أمام الله وأمام الشعب وأمام الوطن يقول له فكر مرتين قبل ما تاخد قرار خطأ؟ طيب. هذا هو ما نحن فيه. أنا هطلب من عمرو حاجة، معلش دكتور عمرو، هطلب منك تجاوز تعقيب على ده لأن عايز أسألك سؤال أهم. تفضل. في الرئيس، في مكتب الإرشاد، في جماعة الإخوان المسلمين، في تيار الإسلام السياسي، كويس؟ مين حينضر إذا حدث الصدام في دول؟ وهل ممكن التضحية بالرئيس ليبقى مكتب الإرشاد، أم التضحية بالرئيس ومكتب الإرشاد وتظهر جماعة إخوان مسلمين حتى تبقى الجماعة، أم التضحية بالتلاتة حتى يبقى تيار الإسلام السياسي بفصائل أخرى؟ ده سؤال صعب. صحيح. بس فكر فيه. صح. لأن دعني. هنا بتختار. صحيح. معايا دكتور سعد؟ يعني دعني عماد، اسمح لي اقول لك بصوره مباشره وبصراحه شديده، ان الحزبة دلوقتي لدى من يتخذ القرار في جميع هذه المساحات، جماعه الاخوان، حزب الحريه والعداله، الرئاسه، عموم اليمين الديني، استثني الدعوه السلفيه وحزب النور وبعض التيارات الاخرى، لكن عموم المتحالفين مع جماعه الاخوان ومع الحريه والعداله ومع الرئاسه، الحزبة دلوقتي لازم تكون منطلقة من حاجتين. حاجة قال عليها شاعر عبد الرحمن الأبنودي سمعناها، اللي هي أنا مش فاكر الجملة بالنص، بس الشعب الثورة لابساه، احنا مع شعب سائر بجد، عشان كده حتى المقارنة الكمية بين 25 يناير 2011 او 28 وبين امبارح 30 يونيو، لا احنا في مسار ثوري مستمر والناس بتتحرك معاه ووعي المجتمع بيتحرك واحنا محميين بوعي المجتمع، قالوا عايزين دولة مدنية، فجبنا واحد يوليو 2012 رئيس مدني، قلنا مش عايزين دولة دينية، فخرجت الناس 30 يونيو. تعال لي للنقطة. هقولك، فيبقى اول حاجة شعب في ثورة، اتنين جماعة قام عليها مجتمع ملهاش تفسير تاني، خلينا صراحة حتى لو الكلام ده هيوجع. الحزبة دي بقى معناها ان اي تضحيات جزئية هقعد احسبها بشطرنج، طب اخلي مكتب ارشاد ولا اخلي رئيس ولا اخلي قيادة حزبة، مش هتنفع. الحل الوحيد يعني لو عايز لك ما مكان، عندي سؤال، هل مكتب الارشاد ممكن يضحي بالرئيس؟ ده سؤال. السؤال التاني، هل ممكن الحزب الجماعة تضحي بمكتب الإرشاد والرئيس حتى يبقى؟ لا، كل اليمين الديني الذي يحكم الآن على المحك فرصتهم الوحيدة للبقاء، للبقاء، لأن مصر اتغيرت بعد امبارح، لازم ندرك كلنا ده، التحجج بمسألة الفترة وغيره وغيره، الفرصة الوحيدة للبقاء هو قبول عصمة دماء المصريين وحمايتهم بالانتخابات الرئاسية المبكرة. أي حاجة تانية المجتمع الذي ثار بالأمس لن يتراجع دون
اجراءات اخرى بقى كتيره جدا وهندفع كلنا ثمن فنرحم نفسنا. تشوف الصوره كده؟ نعم ينبغي ان يشوفوها. ينبغي، لكن هي بتشوفها كده؟ انا لا مش متصور دي، لان هم من خبرتنا في السنه الماضيه او اللي قبل كده يعني، وتوصيف المرحوم جمال البنا لهذه الجماعه هي انها تحولت الى ايقونه تعبد نفسها من دون الله. اصبحت الجماعه عندهم اهم من مصر، بل اهم من الاسلام ذاته. ودي عبارات المرحوم جمال البنا، وانا سجلتها عنه كتابه ولم يعني يعارضها ولم ينفيها. فاذا هناك فعلا حد السيف امامهم. انا كنت يعني ما زلت اتمنى انهم يكونوا بيسمعونا، يسمعوا هذا البرنامج، وانه الحكمه هي ضلت المؤمن فيلتزموا بالحكمه ويعني يزعنوا للرغبات الشعبيه وليس المواجهه. وليس المواجهه. وده بيتجلى في انتخابات رئاسيه مبكره. طيب عايزك تفكر في اللي جاء في بيان الرئاسة انه السيد رئيس الجمهورية لم يتم اخذ رأي، لم يتم مراجعته في بيان قوات المسلحة ده، وده لسه صدر ما فيش من دقائق او من وقت محدود. يبقى ما زال حتى هذه اللحظة منهج التفكير مختلف. صحيح، مش بيتغير. لا من لغاية دلوقتي ما بيتغيرش. طيب بعد الاستراحة الإعلانية يستمر الحوار على الهواء مباشرة.